لما الدنيا تقول لي افرح 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 ومن القلب، لما بلدنا ادتنا الحب. تواصل وتفاعل دائم من وزارة الداخلية مع شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة وأسرهم. ففي إطار مشاركة الوزارة الاحتفال بعيد الأم، قامت بدعوة عدد من الأمهات قاطني تلك المناطق لحضور ندوة ثقافية حول الطرق الصحيحة في التربية ومعاملة الأطفال، حتى يتسنى لهم بناء أجيال جديدة تتمتع بالثقافة والرؤية الوطنية. عايز أعرف إزاي أحمي ابني من إن هو يسمع أي كلام بره وإن هو يصدقه. بعلمه البحث، ما ياخدش الكلمة كده ويرددها، وما ترددش معلومة ما مش متأكد من صحتها. أنتوا بتبنوا جيل جديد، جيل جديد صحيح مثقف بيفكر متربي صح، عايز يبني بلده ينتمي ليها ويقدرها ويعرف قيمة مصر. حصل تغيير بالنسبة للأولاد وبالنسبة لينا ان احنا ازاي نتعامل مع أولادنا، ودي حاجة حلوة يعني مبسوطين منها. لما الولد بيحضر نفس المبادرة ويرجع في البيت يحكيها لوالدته او لوالده، ونفس الطريقة لما بنيجي احنا نحضرها لازم نطبقها على أولادنا في البيت. المحاضرة النهاردة بصراحة علمت لنا حاجات جميلة، يعني عارفة رب أولادي كويس. واستمراراً لهذا التواصل، وفي إطار حرص وزارة الداخلية على الاحتفال معهم بعيد الأم، فقد تم تنظيم احتفالية لهم بوادي الفروسية تحت مظلة مبادرة كلنا واحد جيل جديد برعاية رئيس الجمهورية. شهدت حضوراً من عدد من الفنانين وسط فقرات غنائية وترفيهية تفاعل معها الحضور. لما تشوف أفضل حفين يحمو يبنوا اليوم الدين، وليك يا مصر ردودين لجل بلدنا مجد الأمان. الأمهات مشاركين كلهم وشاف السعادة عليهم، من جمع الحاجات دي ما كانتش بتحصل لهم خالص، كانوا عايشين في حياة تانية واتنقلوا حياة مختلفة خالص. بس احنا بنهتم بمكانهم وساكنين فين وقاعدين فين، لا احنا بنهتم بيهم وان احنا نثقفهم وننمي فكرهم. احنا بننهض بالمستوى الثقافي اللي بيجي منها جملة جيل جديد. احلى حاجة ان تيجي كلمة كل سنة طيبة امي من وزارة بحجم ووجود على الارض، وزارة زي وزارة الداخلية، لان هي من اقرب الشخصيات للناس في الشارع. شكرا للمجهود الرائع اللي هم بيعملوه وبيبذلوه طبعا تحت رعايه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. ف يعني بجد انا النهارده مبسوطه جدا. الاحتفاليه النهارده من الخيال. انا سعيده جدا ان انا في وسط كل حبايبي اللي انا بحبهم، صغيرين وكبار. كل سنه وانتوا قمر. لما تشوف افضل حفي احنا فرحانين النهارده ان احنا جينا حفله عيد الام وجينا لماما وادونا فرصه ان احنا نقول لماما كل سنه وانت طيبه. كل سنه طيبه انت طيبه يعني. نقول لك كل سنه طيبه وربنا يخليك لينا. طيبين ميرسي. بشكر الامهات، والنهارده كان في حفله جميله وحاجه تسعد كل ام مصريه. اقول للرئيس يشكر طبعا ان هو مهتم باولياء الامور وان هو عامل لنا حفله جميله قوي زي ديت. ان طبعا الشرطه تخلي ان عيل عنده طموح ديت حاجه كبيره بالنسبه لنا جدا. شمس جديدة ورايا ترفرف جوه قلوبنا وفي مصر. وقد تم توزيع هدايا على الأمهات بمناسبة عيد الأم لتؤكد مبادرة كلنا واحد على نجاحها في بناء أجيال جديدة بالمناطق الحضارية الجديدة. وحرصت وزارة الداخلية على الاحتفاء بالأمهات التي لم تتمكن من حضور الاحتفالية عن طريق اصطحاب أبنائهن، مع مساعدتهم على توفير هدايا عيد الأم لتقديمها إلى أمهاتهم تكريماً لهن ولعطائهن وتحملهن المسؤولية، واعترافاً بفضلهم في بناء هذه الأجيال. لما تشوف أفضل حفي انا مبسوطه جدا اللي انا قدرت انفذ حاجه كان نفسي اعملها واجيب لماما هديه في عيد الام، وبجد مبسوطه جدا وبشكر الضباط اللي موقفوا معايا وهم اللي ساعدوني ان انا اعمل كده. بشكر وزاره الداخليه ان هي فرحتني وفرحت بنتي كويس جدا. يحمو يبنوا اليوم الدين. خليكي قلبي. وليك يا مصر.
اول سنه افرح فيها، دخلته عليا هو والضباط يعني ساعدوني بصراحه. انا بصراحه ما كنتش متخيله اللي هيبقى فيهم فجاه وهم يفتكوني في عيد الام، دي حاجه كبيره قوي. شكرا لوزاره الداخليه ان هم جم وفرحونا صراحه وفرحوا قلبنا، وكل سنه وهم طيبين وربنا يكرمهم ويوفقهم. فرحانه قوي ان انا شفت الابتسامه بتاعت امي، وربنا يخلينا سياده الرئيس انا دايما فاكرها. بشكر وزاره الداخليه على دعمهم لينا وعلى وقفتهم معانا في كل حاجه، وبشكر حمزه طبعا على الهديه الجميله وعلى ان هو بسطني وفرحني قوي النهارده بجد. كل سنة وانتي طيبة يا أحلى أم في الدنيا. مبادرة كلنا واحد جيل جديد التي أطلقتها وزارة الداخلية برعاية رئيس الجمهورية تواصل تحقيق مستهدفاتها بالاهتمام بأبناء المناطق الحضرية الجديدة لتعميق روح الولاء والانتماء لديهم والتأكيد على أهمية الانتماء لهذا الوطن مع إحياء المناسبات المختلفة كعيد الأم. عبدالله بركات، التلفزيون المصري.